الآن أعيد الكلمة للدكتور حمنا دواخ الذي جاءنا ضيفا عزيزا مكرما وتحمل مشقة السفر ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان الأمازيغ يكرهون أنفسهم، ولتذكير فقط الأستاذ حمنا دواخ أستاذ كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية بجامعة باثنا، ويشغل منصب رئيس اللجنة العلمية لقسم الفلسفة. تفضل سيدي. مشكور. ونزار فوران ستفلوك في ممراي دي ثريانيجا ونزار في سعب الناس دي أهلي ظفران أصناتي دواس ساغر واسن تقارا الزول في الله أسكوس غام كاس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الدقائق أريد أن أشارككم في فكرة تتعلق بمنطق التعايش وبطريقة الحياة بيننا، فإنه يبدو أن البعض لا يزال مصرا على أن يتخندق في خندق رفض الآخر وعدم تقبل أن هناك اختلاف وأن هناك تنوع وهناك تعدد. هذا البعض الذي لا يزال يصر على هذه الروح المغلقة، مرة باسم الدين وأخرى باسم الوطن وأخرى باسم الجغرافيا وأخرى باسم التاريخ، يصر بتعال صرف بتكبر فارغ أن يوزع مقاسات الوطنية على البعض ويحرمها أو يحرم البعض الآخر منها، يوزع القرب إلى الله والبعد من الله سبحانه وعز وجل باعتبار طريقة ما أو أسلوب ما في فهمه للدين. يتبنى سيد مشيد تقل انت أذان ثم ذلنا من نيغول غرسنشان يزر في الحق باش هذي لين خس هذي نيغيوا ذوين ثمور الثيراو ثمور الثيراو ثمور تقرا أحمدك أحمدك أجتين ذلك تفقت خيني غاوني الناضي يين غرسنا بريدين نسان شغريا بريدينو جتو ذلك ستموسنا ذوين الحق خاطر تحاسب ما تقارب وتخسر ثاو خسر فين باش ودامش ديش التفاصيل، اما سلتا يفهم ما تقصد فين يغبرك، وبعدين الانسان يحق له ان يقول ما يريد. تمور ثم غثيرا ما غفو لو نمغ قمرا ما غفو لو نمغ قمرا وذي خلضو مازير سكواس غرو سكواس هذي قاري ثروان تمور ذي الناس نتشانج السيان نتشماش السيورن جاتش جميعين سي ثلاخ ذو شار نتمور ثاي وين سي قراها شكاشك سيورن نيغ سيورن نيغ سيورن نتشاش قرغاك شك ايدي سيا شك قرداي محال نتشموش سيا نتش سيورن بعد تحشر دي شوكي ذي الطار شك خان ثامور وشك سرزيمان كذاب نتمور منو كي قارن سيا موش سيورن انه يقارن بسيورن موش سيار. الله سبحانه حبانا بعقل نميز ونفرز. الذي اريد ان نؤكد عليه في منطلق هذه الكلمه، لا نسميها محاضره لان المحاضره لها شروطها، واتمنى من ابناء الشباب خاصه ان ينتبهوا لهذه الكلمه، نحن نعمل في الوطن مع الوطن ليس ضد الوطن. مهما تعددت القناعات
مهما تعددت القناعات واختلفت الرؤى وتنوعت المشارب والطرق، في النهاية كما أقول في هذه المناسبة دائما، ليس هناك من أرض تقبلنا، وهناك شروع الآن مؤسس لعملية محاصرة البلد، حصار مؤسس منظم مرتب، ستشارك فيه في مستقبل الأيام مؤسسات دولية وإقليمية ومناطقية، عندها سنشعر وفعلا أننا بحاجة أن نعمل ضمن الوطن مع الوطن. ونحن كمكون من هذه المكونات الكبيرة الأساسية الجذرية نماثل تماما جبال أهاجار، جبال جرجرة، جبال المنشريز، جبال الأوراس الأشم. نحن جذور هذه الأرض، وعندما أقول نحن جذور هذه الأرض اسمعوا جيدا، لسنا ضد أحد ولا نحتاج أن نبرر لأحد. نحن نريد أن تتكاتف الأيادي وتتلاقى العقول والقلوب ولا تتساند المناكب لكي يعين بعضنا بعضا. قضعي واش قضع أنا مقارع مشان نكر بس باش كل ناس بقاس كقارب نشمش تشك شاش كذومة. أنا لست أنت لكنني لست ضدك. لماذا تفهم عندما أقول لك أنني مختلف عنك أنني ضدك؟ لست ضدك، أنا معك لكنني لست أنت. إذا لم نجتمع في هذه وفي هذه وفي هذه فقد نجتمع في تلك وفي تلك وفي تلك. ما معنى أن يصل الإنسان الأمازيغي إلى كره نفسه؟ وهذا العنوان الذي أردت به استفزاز قلوبكم أولا قبل عقولكم ثم عقولكم ثانيا كأفراد كأشخاص. للوطن حق عليكم وللوطن واجب بإزائكم، لكن ما معنى أن يصل الإنسان الأمازيغي إلى كره نفسه وإلى الانتساب إلى غيره؟ هذه مرارة مرعبة، شيء مخيف أن يصل الإنسان إلى مراحل الاقتلاع، أن يصل الإنسان إلى مراحل الاقتلاع وأن يفرح بهذا الاقتلاع ويرحب به. أحيانا ينزع من هذه الأرض لينسب إلى شمال الأرض وهو مرحب، وأحيانا ينزع من هذه الأرض وينسب إلى شرقها وهو مرحب أيضا، وأحيانا ونادرا وهذا فيه نوع من الاحتقار الضمني أن ينزع من هذه الأرض وينسب إلى جنوبها. شيشن ثلاث ونزول الجنوب خطر ما قد يسيب الكانو ذي سودان تشين الميزيرية وتشين الشرق ثرنا انتقل غسن بنوع من التعالي، ولكن الانتساب الحقيقي وعمقك الحقيقي هو تلك الأرض. كما قال الأقليل الملك العظيم ماسينيسا، وهنا عندما أقول العظيم لا أساويه بأحد ولا أوازيه بأحد، لا أساويه بأحد ولا أوازيه بأحد، ماسينيسا هو ماسينيسا، لا أريد أن يكون غيره ولا أريد للغير أن يجعله دون غيره. عندما قال بأن إفريقيا للأفارقة، فإذا بهذا ابن هذه الأرض يقتلع تحت عناوين أيديولوجية، مر باسم الدين ينسب إلى أرض غير أرضه ويذم بالدين في أرضه وفي عاداته وفي تقاليده وفي يومه وفي ليلته وفي شهره وفي سنته، وتستحضر الأدلة والأدلة على أن ما يفعله الأمازيغ وعادات وثنية شركية بدعية ضالة معادية للدين أو خارجة للدين، وأخرى تأتي أيديولوجيا تريد نسبته إلى الشمال تحت عنوان أنهم الأقرب، وفعلا هم الأقرب من الوجهة الجغرافية ومن الوجهة التاريخية ومن حيث احتدام الصلة بيننا وبينهم في التاريخ. معليش يمكننا أن ننفتح عليهم
لكن ما هو هذا الانفتاح؟ هل هو الانفتاح الذي يجعلني مسخا ارزمي لنا يعاء ذا زغور ايج التوغي مانينو والتوازراش كمانينو والقارب نتش اماما نتش ماشي امنتش انا لست كأنا وانما انا كذلك الذي يسكن اوروبا من الغربيين عموما ومن الفرنسيين خصوصا تحت عناوين وديباجات ايديولوجية ثم هناك ايديولوجية اخرى تريد اقتلاع الخصوصية الامازيغية فتدفع الانسان الجزائري شيئا فشيئا شيئا فشيئا الى نكران نفسه والى نكران ذاته وان يصل الى مرحلة وكأنه يقف امام مرآة نفسه وهو يقول لنفسه انا لا احبك انا اكرهك انا ابغضك نتش كرهريش نتش كرهريش تشك ذغري منو ما يثليس تثليث النس التتو ثليثاي ما يقل السبير النس تقاليد التلن السبيراي ما يقل غري المذن النس متو المذاي ما يقل غري الواروض النس قرمة الواروضاي ما يقل غري الشاش النس نغي يقل غري القنداين تمغارين نغي يقل غري الحجام تمغارين نغي يقل غري سفاغ تمغارين نغي يقل نغي يقل نغي يقل هذي قابل تشتيغش نتش مكرغيشك نتش موش تشك ويشرع في البحث في مدونات التاريخ وفي كتب التاريخ والعجيب يبحث حتى في كتب الأديان عن أشياء يذم بها نفسه ويجالس الآخرين ويقر لهم نعم أنتم أفضل منا أنتم أحسن منا كان من المفروض أن لا نكون أمازيغ ولكن التاريخ والقدر أخطأ جعلنا في هذا المكان سحس بي لما تكسرين يغنب سحس بي شعرتم بما أريد أن أوصل إليكم الإنسان الأمازيغي الذي وصل إلى مرحلة يكره نفسه نطرح سؤال من أين حدث هذا؟ من أين جاءتنا ثقافة الكراهية للذات في الوقت الذي تعتز فيه الأمم والشعوب في مش ديماغوجيا أنا أمارس المعرفة في الوقت الذي تعتز فيه الشعوب بانتماءاتها فإذا بالإنسان الأمازيغي يبحث عن الأساليب والأدوات التي يطمس بها تاريخه وكلما ظهرت نقيشة أو حفرية أشقف شقفاني لن توافن قعديس تمور يعلم أن يجد أن هناك خطا غير هذا الخط وأن يجد كلاما غير هذا الكلام وأن يجد أسماء أخرى غير الأسماء التي ألفتها أذنه أكثر ناس ماسينيسا يوبا أمزوارو يوبا ويسان تنهنان أكسل وا 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 فليتساءل ما هذه الأسماء الغريبة ما هذا الكلام الغريب هذا معناه أنك وصلت إلى مرحلة خطيرة جدا أن الاسم الدال كما يقول فلاسفة اللغة أن الاسم الدال الذي يدل على المدلول الذي هو فكرتك الذي هو رؤيتك الذي هو انتماؤك الذي هو فضاؤك الذي هو عالمك تصل إلى مرحلة تكره حتى أسماء آبائك ليش ما ينكرن إذا بدين الناس ليش ما ينكرن مزويران الناس كذلك كما أقول لأبنائي دائما كذلك الذي يمشي إلى الأمام وهو يلتفت إلى الوراء ويجعل يبصق على نفسه يبصق على تاريخه وعلى ذاته لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة من الكر بحيث إذا تسميت جاكلين مش تقرأش ليش تفهمش بلي حساسية مع حساسية تسمى جاكلين أوه جاكلين ودي تسمى دي هي بعد تسمى من أسماء الجاهليين وأسماء أعداء الله وأعداء الرسول وأعداء وأعداء معناه أن الكره غار إلى جذر الجذور وأقول لكم في المحطة الثالثة في التحليل أيها الإخوة الكرام يسي ثروة ينوم أيثما يسمى إذا الدين ينوغ أبائي أمهاتي إخواني أخواتي أبنائي بناتي
ما بال أمة تمتلك كل هذا التاريخ؟ 1972 سنة وهو يشعر أنه ضئيل 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 جدا. لماذا أقرانك في المجتمعات المسلمة الهندية تشعر بالامتلاء لأنها هندية ومسلمة؟ لماذا الماليزي في أقاصي بلاد الملايو يشعر أنه ملايو ومسلم وهو ممتلئ؟ لماذا الفارسي في بلاد الفرس يشعر أنه مسلم وأنه فارسي زيادة إلى ذلك ويشعر بالامتلاء؟ لماذا العربي في الجزيرة العربية يشعر أنه مسلم وأنه عربي ويشعر بالامتلاء؟ لماذا التركي؟ لماذا نفرح لمسلسل قيامة أرطغرل؟ لماذا نفرح لمسلسل قيامة عثمان؟ لماذا دائما نزهو بغيرنا؟ لماذا نشعر دائما بأننا نسكن فضاء غير هذا الفضاء؟ وإذا جاءت النوبة هذه تخذ الدالت غرومازير ميس إفريقيا الليب العظيم الذي ساكنه إنسان الهوموسابين أو الهوموسابينز الذي يمتد عمره حسب الحفريات الأخيرة إلى 300,000 300,000 موش 1972 إلى 300,000 أعني الإنسان العاقل الأول الذي سكن الأرض 300,000 سنة. ويأتي الإنسان الأمازيغي ويشعر أن هناك مفارقة خيار حديدي مش غير تسميت جرس وزلال والزلايا يتقل والزلايا يحمى والزلايا استراغى والزلايا يتبييري فيجد نفسه عندما يقول أنا أمازيغي يشعر بضآلة يشعر بخوف يشعر بعقدة وكأنه عندما يقول أنا مسلم لا يجب أن أكون أمازيغيا. لماذا الجميع يشعر بذلك الامتلاء وعندما تصل النوبة إليك وإلي تشعر بهذا الوهن بهذه الضآلة وبهذه الضحالة؟ واسمع مني وأنت تمتلك كل هذا التاريخ المترامي الماسيل والماسيسيل القبائل الأولى التي استطاعت أن تتوحد في نظام ملك يوم كانت أوروبا تحت نظام قبلي سمج متخلف جدا متصارع. استطاع الماسيل والماسيسيل أن يتوحدوا تحت عنوان دولة حكمها ملك لمدة 60 عاما. استطاع أن يوحد الماسيل والماسيسيل في إمبراطورية ستدغري من حذروين في إمبراطورية محورية لكنها ليست توسعية. إذا لم تفهموا بعد فلسفة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنتمية إلى هذا اللون من العمل الذي يجعل من هذه الديار بلدا محوريا لكنه ليس توسعيا. بلد محوري لكنه ليس توسعي. وإلى اليوم تعمل الجزائر على منطق أنها بلد محوري لكنها ليست توسعية على خلاف غيرنا دائما ينسبون إلى أنفسهم التوسعية والامتداد على حساب هذه الديار. نوميديا ثم جاءنا الإسلام بمعازق المجد مش ده السنة بشنو 33 بمعازق المجد. ولكن عرفنا أن الإسلام جوهرة إلهية وأن لا نلحق فيها لأن هذا دين عالمي وليس دينا قوميا. هو دين للإنسان جميعا وليس دينا لشعب بعينه. هو دين للناس جميعا لكافة الناس لكافة البشر. وأسفاه وأسفاه أولي نق أريد ننظر المسلمين ولا انتقام الإسلام العالمي الإنساني يولى نسنبرك. الله اللي هو رب العالمين والله سبحانه اللي هو إله الناس أصبح محتكرا من المسلمين.
والجنة التي عرضها السماوات والأرض أصبحت حكرا على المسلمين. وعوض أن يبذل الإنسان بذله في سبيل تبليغ أو إيصال فكرة الحق، فكرة الوحدانية، فكرة العدالة، فكرة المساواة، فكرة التعايش، فكرة التعارف، فكرة التوافق، أصبحنا كمسلمين أقول ننظر إلى الغير بتعالي ونقيم الغير بظلم بظلم، وكأن الله سبحانه إلهنا نحن فقط، وكأن رب العالمين أصبح إلهنا فقط، عفوا، وكأن الجنة التي عرضها السماوات والأرض أصبحت لنا فقط. الغروس ثروان قاوس نير ثروان باثند نغين يجيو لنا حذاري من منطق الإقصاء باسم الدين، الدين الذي كان ذو منزع أو كان ذا منزع عالمي يتحول إلى دين قومي ثم يتقلص شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يصبح دين فرقة الناس جميعا، ولا خاصة للولاد إلا تذن الجامع وذن إلا دين وذن إلا جراس ربي سبحانه عز وجل وذن نبيش وذن إلا مرعاد تقام ربي سبحانه وتقام بالدين يا إنسان. انظر إلى الجريمة الكبرى التي حدثت في حق هذه القيمة الكبرى، خطر ما في المسألة لا تتعلق بالأمازيغية فقط ولا تتعلق بالوطن فقط، تتعلق أيضا بالدين. في مناسبة الكريسماس عيد ميلاد المسيح عيسى عليه السلام لا يحق لك أن تهنئ جارك المسيحي بعيد ميلاده، بعيد ميلاد ما يؤمن به، هو يؤمن أنه إله، أنت تؤمن أنه نبي، هنئه على أنه مولد نبي، لا تهنئ لا هؤلاء ولا أولئك، لا تفرح لفرحهم ولا تحزن لحزنهم ولا تشاركوهم احتفالاتهم ولا تشاركوهم مناسباتهم ولا تجلس إليهم ولا تبدو لهم المودة. شوف وانظر إلى طبيعة النفس التي تتكون في هذه الثقافة، وانظر إلى طبيعة العقلية التي تتكون في هذه الثقافة. من لم يقبل العالمين كيف سيقبل جاره الأمازيغي أو جاره العربي؟ من لم يقبل الإنسانية في ثرائها وفي تنوعها وفي اختلافها المديد كيف يقبل جاره في وجهة نظر؟ من لم يتحمل أن العالم شعوب وقبائل؟ يا أيها الناس، يا أيها الناس، مش يا أيها المسلمون، يا أيها الناس، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقاكم بما؟ ببذل الخير، بفعل الخير. ما هو عنوان الخير أو ما حدود الخير؟ النار حرام، النار بدعة، النار شرك، والعيد الوطني السعودي سنة نغ بدعة، ومو حفل أو نغ بسقري حفل الجنادرية سنة نغ بدعة، وحفل الكريسماس إلى نمو قدي جدا على بعد 40 كيلومتر من مكة المكرمة سنة نغ بدعة، سنة نغ البدعة، نغ ذام كعادش كيتسلاك، كعاد تويت ثمن خيانة الحق، ثمن خيانة الحق، وما نورمال. وفرحوا به وتلك الأيام نداولها بين الناس، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. شحال يسنا غير جزائريا يشعرهم دائما بالتأثم، يشعرهم دائما بالتأنيب، يشعرهم دائما بأنه يفعل شيء لا يرضى عنه الله أو لا يحبه الله. فدين العالمين أصبح لنا نحن كمسلمين فقط، ثم بيننا كمسلمين افترق المسلمون إلى 73 فرقة كلها في الجنة إلا واحد، كلها إلا بئس الدين الذي لا يصلح إلا لفرقة، بئس الدين الذي لا يصلح إلا لفرقة، دين عاجز أن يؤطر البشرية، أن يؤطر الإنسانية بقيمه العادلة، بقيم الفضالة وبقيم النبالة، يتقلص 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 ليصير دينا فرقة وين؟ بمقاييس معينة، تخرج عن المقاييس الظاهرية أنت غير مقبول أن تنتسب إلى هذا الدين. ف
فدين عرضه السماوات والأرض، أو جنة عرضها السماوات والأرض، أو جنة عرضها السماء والأرض، أصبحت ولله العجب ولا حول ولا قوة إلا بالله، أصبحت جنة. هذه التحولات المريرة هي سبب المرض، وحان الوقت أن ننتبه. أنا لا أعاديك وأتكامل معك وأتعاون وإياك، لكن لو خيرت بين أن أحافظ على نفسي أو أن أنمحي سأحافظ على نفسي بغير ظلم لأحد. هذا الوطن الذي شيد منذ نوميديا، المصير المصيصي، ثم نوميديا، ثم الدول الإسلامية الأمازيغية الرستمية والفاطمية والأغالبة والحماديين والرستميين والزيانيين والصنعاجيين والزيريين، هذه الدول دول من؟ هي دول الجزائر التي شيدت فوق هذه الأرض لما شعر الإنسان الجزائري أنه يستعمل لغير وجهته أو لغير غايته. ثم عندما تعلمون مجيء الأتراك وما فعله الأتراك، ثم مجيء الفرنسيين وما فعله الفرنسيون، ثم استعدنا هذا الوطن بهذا الزخم، بهذا التنوع، بهذه الفسيفساء. أي نعم ستي تغريب لها الغروس، أي نعم ارتكبت أخطاء تحت عنوان الحاجة، ارتكبت أخطاء تحت عنوان الحاجة، لكن تلك الأخطاء يكون خطأ كبيرا التمادي فيها، يكون خطأ كبيرا التمادي فيها. ولكن لله الحمد كما أقول لكم دائما، قد أنتقد السلطة في ممارساتها، لكن أبدا لن أعمل ضد الدولة الجزائرية في شيء. قد أختلف مع السياسات وأنتقدها وأستدرك عليها وأصوبها وأصححها في حدود المعرفة التي أمارسها، وفي حدود الكتابة التي أؤلفها، وفي حدود الموقف الذي أتخذه، لكن أن أتخذ مواقف حدية تدخلني، النقطة ما قبل الأخيرة وأختم، تدخلني فيما يلي: واحد، إما الوطن وإما التنوع. ماذا سنختار يا رجل؟ سأختار كليهما، سأجعل الوطن منفتحا متحملا للتنوع. مغ إما أو، مغ يا ثا يا ثا، مغ موش ثا، تا ذا تا ذا تا ذا تا. الثنائية الثانية: إما الإسلام أو الأمازيغية. ينار كمثال، ينار كمثال. وللأسف أئمة فوق المنابر، ولا أقصد أي جهة، يدفع له من الجمهورية الجزائرية ويعتالون المنبر بأمر من الجمهورية الجزائرية، ثم عندما يعتالون المنبر وهو لا يعلم أنه في قلب الأوراس، ويتحدث إلى شيوخنا وعجائزنا وإلى إخواننا وأخواتنا وإلينا، ويجعل يحدثنا: أنتم وثنيون، أنتم مشركون، أنتم مبتدعون، أنتم ضالون. يا شيخ سلع عقلك من التوي، سلع عقل من التوي، تكيد سلع عقل من التوى، دوش كيوغن تتويج السيام الشمس كيديوه، لأن ممارساتكم جميعا ممارسات ضالة. بسم الله، سمى سمي إيني إيني. ينار كما سبقني إخواني مناسبتان، إحداهما سياسية عسكرية في تاريخ بعيد ماض، تؤمن بها لا تؤمن أنت حر، ومناسبة فلاحية طبيعية. الذين يطالبوننا بأن نخرج لهم كتابا، نسمع كتابا لنا تقويم مختلف عن تقويمات أهل الأرض جميعا. حيثما بحثت في الأرض لن تجد تقويم الأمازيغ يوجد عند غيرنا، بحيث يعني بس حمي غسلة بندير والسلطة اللي ظالم على بقية السلوك بندير عجبك شيء. لا يوجد هذا التقويم على وجه الأرض. هذا على ماذا يدل؟ يدل على أنني تاريخ آخر لا أكرر غيري، فتمزور ويسند تاريخ دقيق، بحيث لا يقسم العام إلى، لا يقسم العام إلى شهور، وإنما يقسم العام إلى شهور واحد اثنين، ويقسم الشهور إلى أسابيع وإلى عشريات
وإلى عشرينيات أحيانا وإلى أربعينيات أحيانا. وكيني إيه غريض كذا سمانت ديسن ديس سمانت كذا ياد الحسوب وياد عزري ياد فوران وياد برير وياد نيسان وياد سمايل وياد كذا وياد كذا بدقة متناهية وكأنهم درسوا عند أكبر الفلكيين على وجه الأرض. أنت وجدت آباءك انتبهوا إلى هذه الدقة العلمية المحسوبة بالثواني والدقائق. عوض أن تفرح بها تتعقد. إيش كذا مريضة يا سو مازل دواء ما ننك. أزل دواء ما ننك. ربي سبحانه بدينا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. الأمازيغ سار في الأرض ونظر كيف بدأ الله الخلق ورأى أن الله قد قسم السنة يبغس باس في ربع الفصول فيتاجرس فيتفسوه ويذنبذ فيتمنزوث بدقة متناهية جدا. من الذي طبق السير في الأرض ومن الذي يعتكف فوق منبره في جهل مهين معيب مريب لا يريد أن يجدد نفسه؟ شيخ ما معنى النار؟ ما نش بحوس معنى بنجانة ولا غير شاب خبر. شيخ أنت تشهد بما لا تعرف أم تشهد بما تعرف؟ إن قلت أنك تشهد بما تعرف قد اعترفت الآن بأنك لا تعرف وقد كذبت. وإن كنت تشهد بما لا تعرف معنى هذا أنك شاهد متى إلا شاهد زور. وشاهد زور تقبل له شهادة أم لا تقبل له شهادة؟ لا تقبل له شهادة. متى تريد شندي النار؟ تنتج نغرس خيام نغرس. هل رأيتم جاركم الأمازيغي في يوم من الأيام في النار من النارات ذبح لغير الله؟ وثلاثة تكلموا يا أخوان مخصوص من ثلاثة يغط ليش مخصوص من أسوس منوني سخلع. هل رأيتم أمازيغيا يذبح لغير الله فوق غم 14 قرون؟ لا إله إلا الله محمد عبد الله ذم صبر ذو حلة فوق. ما في كل سباس ليس كل سباس أركي تاسغ الجامع ودرف أوراق الاعتمادينه وتبدي تقرر ديسنت تايقيت وتيقيش هو أورعاه أورعاه ها خص ما تخص يا محمد سيدي يا أخي تعيان غيرك العظام القرآن تعيان غيرك العظام الزام زوم غيرك رمضان صلي غيرك التراويح تكي غيرك خمسة جويلية بالمناسبة حرام عندهم حرام عندهم أول نوفمبر حرام عندهم. إحنا ما نتعقدوش من المناسبات الوطنية ولا من المناسبات الدينية. ماذا الحرام؟ أنا لا أذبح لغير الله. ربعة نصنع الطعام. سئل أحد الصالحين رضي الله عنك يا سيدي وعليك السلام حيثما أنت وحيثما كنت ما غذاء البدن؟ قال الطعام. ما غذاء البدن؟ قال الطعام. قال وما غذاء الروح؟ قال الإطعام. الإطعام. نحن الأمازيغ في مناسبة النار ماذا نفعل؟ نولم وليمة. هل نأكلها من وحدنا أم أن العائلة تجتمع وتتسامر وتتذاكر وتحكي فيما بينها وتأكل طعامها؟ أليس قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إنهم صبر هذا محمد عبد الله فلسي صلى الله عليه وسلم امتلوا رمز أطعموا أطعموا من مين؟ من مين؟ من مين؟ يا رسول الله نحن الأمازيغ نطعم الطعام في النار لكم ذلك وفعلوا خير افعلوا. ما يصير في التويل سقوا ربي متى قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ما هو الخير؟ ما هو الخير؟ احتاج فيه الى فتوى من احدهم يسكن ارضا اخرى وبلدا اخر غير بلدي وغير ارضي وغير مرجعيتي الوطنيه وارسل له سؤال فضيلة الشيخ انت والله والله ما غاش الخبر ديال قيمه الدار والله يتبانيني ما يزارس وما يزارون من فوق ما غف لانه ذا خدام. فضيلة الشيخ نحن معشر الامازيغ نفعل كذا وكذا هل يجوز او لا يجوز؟ بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فهذه بدع شنيعه وضلالات مرعبه ولا يرضى عنها الله ورسوله واربأ بكم ان تفعلوها واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الشيخ على وش فتيت؟ العرف محكم في شريعتنا وهو من مصادر التشريع. ماذا تعرف انت عن الافارقه؟ ماذا تعرف عن الامازيغ؟ هل سالت في يوم من الايام واحد من الامازيغ ان يشرح لك هذه المناسبه؟ ثلاثه ربعه تستثنى منه زيك ما تتك انت يلمس
فرض نظيف وين جيو المدرسة تكن بدأ بارك الله أقل تغريبا مليح متى تكن ما أغف أسكواس لا ثراب أسكواس لا جديد. ما معنى ذلك؟ أي أن الإنسان الأمازيغي عندما رأى الفلك شقاري مغار نغزيك يضرون في الله ربي الفلك يضرون ربي في الله الفلك من يزرع الفلك مضران ويروح الوسام وثني دي وسام دي ثالث ويسيد سكواس جديد متى يمنا؟ إن بسم الله اتكال عليك يا الله أكس غاقذي منوغ أكس غامغارينوغ أكس غاقذي منوغ ودوي غاثرارينوغ. ماذا فعل؟ وكأنه تفاعل بما؟ تفاعل ب؟ وثلاثة بغرين تفاعل بعام جديد مطبقا لمعنى عميق جدا. ما هو؟ تفاءلوا بالخير بقشا تفاءلوا بالخير تجدوه تفاءلوا بالخير تجدوه. فهو يتفاءل بعام جديد ويقبل على الحياة بجدة. الترس فيها الترس المائدة ما تكسر سنديس ويصرون على أن يكون من بين الطعام ضروري أن يكون طعام حلو وسط المائدة. فصدي ما تذلع فصدي مش ترزاقت فصدي نوع من التفاؤل كي قارتش فصدي يا سبحانك يا ربي لا إله إلا الله محمد رسول الله كي قارتش فصدي باش هذيك وحده قاسكوا سنك ما انت كي يصير من لوجه الحرام في ذو ذليل انذار. هل نحن نعبد انذار؟ عيشة وين جاوز تعبد منظارة تعبد منظارة اللي تعبد مش انذار شنو يشاوي النيث من عولة ما نعبد انذار شنو نعبد حلاق نعبد انقرة انذار هو الخبر متى الى منظارة انذار هو الفاطر وهو اسم من اسماء الله سبحانه. ادعو الله او ادعو الرحمن ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى فادعوه بها. القدامى سموا هذه القوة الطبيعية انذار اي الفاطر. نحن عندما أسلمنا ودخلنا إلى الإسلام وعرفنا شيئا من شيء لم نمحو. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت لي لأتمم. سيدنا المسيح متى قال جئت لأكمل لا لأنقض. فأنظر زيك قوة طبيعية قدسوها غير من شيء قرر إلا محمد رسول الله. أنظر معناها الفاطر. الحمد لله فاطر السماوات والأرض الفاطر إن سيزر قال من تنزيزرني. ما معنى من تنزيزرني؟ يعني انفطر الحجر والتراب عن الماء وجعل الماء انفطر. سيدنا عبد الله بن عباس عندما فسر قوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض قال فاطر السماوات والأرض أي جعل السماوات والأرض تظهر من العدم كما يظهر حافر البئر الماء عندما يتدفق. فلحظة تدفق الماء حال اكتشافه من البئر هو فطر الماء. كما أن الإسلام ليس في وجه الأمازيغية حذاري أغرز الظالط الظومن وش في سبيل الله وش في سبيل الله الزكاة ثيكوي وش الصداقة تشتم ربي سبحانه تشتمم صبر ظنس ظالم ذي الجوامع تدر من الموذان. وعيشوا الأمازيغية تاعكم حذاري الأمازيغ تاعكم ضد الدين حذاري. والدين كما نفهمه ويجب أن نفهمه ليس ضد الأمازيغ. العربية والأمازيغ حذاري أن ندفع كما قلت لكم في العام الماضي في المكان نفسه. كما أنه لا يجب أن نعمل ضد الوطن وإنما أن نعمل في الوطن مع الوطن. وكما أنه لا ينبغي أن نعمل بالإسلام ضد أنفسنا وضد ضد انتماءاتنا وضد عاداتنا وضد تقاليدنا. كذلك السقر النيح ثارو ميث مكسب النيح مش مكسب جماعة غني تكلي علي غني يقارن هاري نغط المستعمر سمع سي محمد دادا كاك يسترقل المستعمر دا شي تسمع تعدش المستعمر يشير لي قراي انت مخير بين أمر بين أمرين يتيش تولي تقارش يتيش تمتث لا قراي تبرأ من فرنسا حتى تثبت أنك أيها الأمازيغي لست خائنا. أحتاج أن أبرهن الأمازيغي يحتاج أن يبرهن مرة أخرى أنه عدو فرنسا أو أنه ضد فرنسا. الآن هل فرنسا تتصيد
بعض الأمازيغ ضد بعض الأمازيغ ضد بلدهم. نعم تفعل، نعم تفعل. من أعطاها الفرصة؟ أنت عندما ضقت بالاختلاف، وأنا عندما لم أتقبل أخي، عندما لم أتقبل أخي وحرمته من حرية التعبير، دفعته شيئا فشيئا مكرها ومرغما أن يتحدث من هناك وأن يوالي ذاك أو ذاك. هذه مسألة ينبغي أن تكون محسومة نهائيا. كوني تعلمت عربية هذا لا يجعل مني عربيا، حتى ما يسمى بالعرب الآن هنا في الجزائر الذين يقولون نحن ننتسب إلى هناك، أنت تنتسب إلى هنا، أنت ابن جمهورية جزائرية ديمقراطية شعبية، أنت لا تنتمي إلى المملكة العربية السعودية، أنت لا تنتمي إلى دولة الإمارات، أنت لا تنتمي إلى إمارة الكويت، أنت لا تنتمي إلى سلطنة عمان، مع احترامنا لجميع الدول ولقدرها ولشأنها. أنا لا أنتمي هناك، أنا أنتمي هنا، أنا ابن هذه الأرض، أنا أقول أنت وأنا هذه أرضنا. لماذا تصر أن تقول لأننا لسنا من هنا؟ تخسم، تخسم، شقارك السيام وشك السيام. أنت تنتمي، بالله عليكم فرق بين عجوز نيلية أو دراجية وعجوز أمازيغية. أتحدى أي كان، وأتحدى أي كان أن يثبت أن ملامح المرأة النيلية الأصيلة يوجد لها مثال في أي أرض أخرى. لماذا؟ لأنها بلباسها وبأوشامها وبعلاماتها ماذا تقول؟ تقول للعالمين أنا بنت هذه الأرض ولست من أي أرض أخرى. أيثما تروى مازيغ هذه كينيغ نتشد مازيغ موجد أعراب موجد سرغين. حذاري ثم حذاري أن تجعل العربية عدوك. ها ها بسنت إنكراي، أتعالج الخطأ بالخطأ؟ أتعالج الخطيئة بالخطيئة؟ أتعالج الذنب بالذنب؟ الإنسان العاقل هو الذي يقول أن الفرنسية مكسب وأن العربية مكسب وأن الأمازيغية مكسب. عندما أعطيتني العربية تقبلتها، وعندما أعطيتني الفرنسية تقبلتها، وعندما أعطيتني الإنجليزية تقبلتها، وعندما أعطيتك الأمازيغية حاججتني. ماذا؟ ما من ميت تروح غروغ الباز تروح غروغ المدرسة يقرأها سرغنت قرأها اسمة ثومة تليد متفوق. كن متفوقا، تعلم هذه اللغة وبرع فيها واعبد بها الله وقرأ كتابه، وإياك أن تنظر إلى هذه اللغة على أنها دونية أو على أنها ضعيفة أو على أنها متخلفة. هذه من أكثر اللغات عبقرية على وجه الأرض، لكن إياك أن تنسى لسانك وأصلك ولغتك، فهذه إضافة إليك كما أنها أصل ولسان غيرك، وأن الأمازيغية إضافة له. نتجاوز هذه الثنائيات، ثنائية إسلام أمازيغية. الإسلام ليس عدوا للعالمي، ودليل عالميته أنني الأمازيغي مسلم، دليل عالميته أنني الأمازيغي مسلم والهندي مسلم والإفريقي مسلم، هذا دليل عالميته. إياك أن تعتبر الأمازيغية ضد الوطن، حتى ولو أخطئ في حقك في فترة من الفترات تحت داعي البناء والتأسيس. الآن الأمازيغية قلوها يا أبناء نازغ بكل قوة، الأمازيغية الآن في المواد الصماء في الدستور، ممنوع لأي إن كان أن يأتي في زمان من الأزمنة أن يغير أن تكون الأمازيغية مادة صماء. ما معنى مادة صماء؟ أي لا يحق لأحد أي ما كانت قوته السياسية والثقافية والاجتماعية أن يجعل من الأمازيغية لغة غير وطنية وغير رسمية. الأمازيغية لغة وطنية، أي نسخ من نسخ الوطن، ولغة رسمية سنتعلمها بكل محبة وكرامة، وإلا ستضطرنا الظروف في يوم من الأيام أن نتعلمها عندما لا نملك أن نتواصل مع المحيطين بنا بغير هذا الاسم. أسكواس النوني لم كاس أسكواس النون أسكواس النغ يتشورت ملوث وحلاق ملوث الرحمث أسكواس النوني يتشور في الرغدة الوحلاق في الرغدة البراك أو البركة. أسكواس النون يتشور في النعمث وحلاق أنني وحلاق في اللغة يلف في مثنيوين سيس من نس أنزار
فاطر السماوات والارض افنا غير يلف تيمثلي وين وادي تشار كاين زران وادي سكر ثلاوين تعوينين وادي قسان النغ ام تعوين تنوباوين وادي سيزن الحال النظلام رنا وكشي سزان امان الخير للفضل سبحانه عز وجل خلي يختم قرتي كنون وكمي حاجه في الاحسن تنمية مس وقتنا